مرحبا في قناتنا قناة المباريات المتلفزة في الجزائر في جديد البطولة الجزائرية اليوم في جديد شبيبة القبائل. إذن شبيبة القبائل تعلن عن تنازل 3 مساهمين عن أسهمهم لفائدة شركة موبيليس المالك الرسمي لأغلبية أسهم الفريق. وجاء في البيان الذي نشرته شبيبة القبائل على صفحته على الفيسبوك عن تنازل 3 مساهمين عن أسهمهم لفائدة موبيليس، وهم على التالي رشيد أزواو، مراد زياد، وجعفر أيت مولود رئيس النادي الهاوي وممثله. وأرسلت موبيليس نداء أخير لـ7 مساهمين المتبقين للتنازل عن أسهمه وإلا الدخول في الإجراءات القانونية الأخرى، ويعني بالذكر كل من عشر شلول بن عبد الرحمن نسيم، شيوخ خليفة، وبوزيد عبد الله، كرداش كريمة، يزيد عمار ياريشان، وزميرلي أحمد. إذن وتنتظر قدومهم إلى الموثقة للإمضاء الأخير عن التنازل. إذن وتواصل شبيبة القبائل تحذيراتها للموسم الجديد، حيث ينتهي الترابصتان المقام في عين البنيان اليوم الاثنين 12 من أوت سنة 2024، فيما ستواصل تشكيلة الكناري ترابصها الثالثة الذي سيقام في بلد تركيا. وسيبدأ هذا الترابص الأخير بين 15 أوت إلى غاية 3 من نفس الشهر، وستقام فيه 5 مباراة ودية تحذيرية للوقوف على جاهزية التعداد للموسم الجديد وبداية العمل الجدي في الموسم 2024-2025. إذن نتمنى الخير لفريق شبيبة القبائل، وعاش الكناري أسد جورجورا عاليا. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. إذن تابعوا هذا التدريبات تدريبات شبيبة القبائل.